نينا باستوري بتجيش صح؟ هنا هنا مايا الخيريه هنا في كازا ديل مون. اصبر عمي دقيقه مسيو خواني تعاود لي غير بشوي. نينا باستوري نو كومنتو. انا رحلة من الجزائر إلى إسبانيا وما أصعبها رحلة حين تكون على طريقة الحرقة. مايا هو عنوان مونودرام جسد هذه الأخيرة وقدم صورة ولو مصغرة عن معاناة الحراق. دونك مايا مايا سي ليستوار تاع اون في الجيريان سي اون بو دير اون عرب تاني بصح بوكو بلوس مغربين عندها طموح سي كو تحب الفلامينكو بحكم انه الاسبان كانوا عايشين هنا معنا يعني كانت عندها جاره وتحب معها الفلامينكو. سبت اللي تديها الحرقه هي انها تروح باش تشق طريقها للفلامينكو يعني ودير كارير وتساوي، ولكن تلقى نفسها بلي مشيت للامور اخرى. الرحله تخللتها مضامين تحكي الواقع المعاش في البلاد والواقع الذي يواجه من اختار قوارب الموت للوصول الى الضفه الاخرى. كاين فيه طفوله فيه المراه فيها الشباب فيها وضع اجتماعي اقتصادي سياسي عايشينه احنا يعني هي ماشي مشفره ولكن باينه للعيان يعني اي واحد يمكن يتفرج المسرحيه يفهم واش كان مضمونها واش كان الميساج نتاعها. مونودرام مايا عمل محكم بكل تفاصيله، قصة سيناريو حوار وتمثيل، شرف الجزائر في عديد المحافل الدولية والعربية. شوف فيما يخص عرض مايا يعني عرض مونودراما هو أي مونودراما يعتمد بالدرجة الأولى على الممثل، يعني قدرة الممثل، مهما كانت قوة النص أو قوة الإخراج أو جمالية العرض، لكن إذا ما كانش عندك ممثل قوي من المستحيل أنه رايح ينجح عرض كمونودراما. وهذه التركيبه اللي خلت عرض مايا ينجح، يعني هذا العرض راه من 2012 راه من 2012 قدم هنا في الجزائر خارج الجزائر في عده مهرجانات دوليه خاصه بالمونودراما حتى على مستوى اوروبا والخليج وكذا. لكن التركيبه ما بين قدرات الممثله والنص والاخراج وكاننا ربي وفقنا في نجمعوا هذه التركيبه اللي خاصه باي عرض مسرحي، هذه هي النقطه الاساسيه اللي كانت. مثل هذه الاعمال من شانها ان تكون رسائل توعويه لاشخاص فكروا او يفكروا في الحرقه. محمد موفق لصباح الشروق.